الله سبحانه وتعالى قال سيصلى نارا ذات لهب، عند لهب هاي ونار جهنم دي يا جماعة، بس يكفي فيها أديك ناية وحديث. الله سبحانه وتعالى قال إذا رأتهم من مكان بعيد، ما القريب؟ من بعيد هنا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تاسي لو جاتك بقرة هاية أنت في شارع براك، لا عكاز ولا راعي ولا بتعرف تتفاهم مع دي بقرة، لا في هذه الغطور ينبغي نتفاهم، دي غطور بتلقى نفسك في إطار تاني في الجيران بغاك. بقرة لو جاتك هاية وإنت ما راعي تعرف حال معك، تكون قلبك في يدك، جاتك من هناك الشارع كله، فما بالك نار جهنم هايجة تكاد تميز من الغيظ. أيوة هذا كلام مخيف. حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة صوت صخرة صوت حجر قد سقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا وما هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. الله أعلم، رسول بيجي والوحي صلى الله عليه وسلم. قال إنه حجر قذف من شفير جهنم فما زال يغوص فيها منذ 70 سنة بلغ اليوم قعره. يعني جهنم دي مش كذي، ما كذي كذي، بس لو فكوا طفل من هنا فكوا طفل والدوسي فكوه، ده بيكون نازل لما نصل تحت بيكون عمره 70 سنة، دي قدر كده. والله قال لأملأن جهنم، شو قال دي بملأ، وضوء ده مخيف خطير شديد.